والحديث مع زهراء لا يمل كالعادة. تابعوا ويانا هالمقابلة الحصرية اللي صورناها وياها واللي حكت لنا بيها عن مغامرتها بهالمسلسل وأصعب مشهد مر عليها. زهراء منورتنا. شكرا. أهلا وسهلا بيك ببرنامج ستارز أونلي تي في. أتشرف فيك. شكرا لك. وأنت اليوم هالسنة مبدعة ونورتي الشاشة الرمضانية. شكرا لك. أريد أسأل شنو كان أكثر مشهد أثر بيك بالمسلسل؟ شوف، هي كل حلقة مميزة عن الثانية وبها شيء مميز يخلي شيء بداخلي، بس أكثر حلقة خلينا نقول إنه مو تركت أثر، أو يعني أكثر حلقة تعبت كلنا ككادر هي حلقة العبارة. كانت صعبة كقراءة، كبروفا، كتصوير، كمونتاج، يعني كل مرحلة كانت صعبة ومؤذية. ما كل مرة شفنا الحلقة لو كان عليها، يعني شوية كانت صحيح. الله يكون بعونك. صحيح. وزهراء أي بلد تسافر له تحكي للي تلتقي بيهم عن العراق وجماله وطيبة أهله وناسه، وبما أنه هي انولدت من أب تونسي وأم عراقية تعتبر أنه هالشي حيكون وسيلة لإيصال اللهجة العراقية لتونس ولكل العالم، والعكس صحيح. وممكن تقدمين هنا ببغداد باللهجة التونسية؟ ليش لا؟ يا ريت. احنا هسه نجحنا انه نوصل اللهجه العراقيه لتونس. وزهراء ما قبلت باي طريقه انه تحكي لنا عن مفاجاتها اللي جاي تحضرها، وبعد اصرارها انه ما تقول احنا وافقنا على طلبها. ان شاء الله خليها بوقتها تطلع حلوه وتطلع صح للناس ان شاء الله. دائما متعودين انه نقدم اشياء تكون مفاجاه للناس، فلا تحرقها، خليها. نورتينا زهراء، واتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله من ابداع الابداع، وان شاء الله نشوفك بالموسم الجاي نجمة. شكرا. وانتي نجمة. وتوفيق لكم يا رب. يا رب. وبالنجاح للجميع يا رب. أشكرك. وألف مبروك إلنا ولكل الناس اللي اشتغلت بهذا رمضان. كانت الشاشة مليئة بالأعمال الحلوة. كلهم منورين وبالتوفيق لهم جميعا يا رب. وشكرا. يا رب. توفيق لك إن شاء الله. سلام يا رب. شكرا.